الصدارة والمقدمة رعد من يأتي على الصدارة للنخيرة بن محمد اليبهوني الظاهري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني الدبلوماسي لمحمد بن حمد بن ملهوف الاجتبي من يأتينا على المركز الثاني بينما من الجانب الآخر هناك الانطلاق والتحدي والإثارة هنا في هذا الأداء المميز الجميل باروت لحميد بالضبيب بن سليمان الشامسي قادم بباروت على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. المركز الرابع من الجانب الآخر هناك التحدي من قبل مرضي لسيف بن أحمد بن خادم الرميثي والشقب القادم هنا أيضا بالتحديات ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمعة المهيري من ينطلق بالتحديات وبالإثارة هنا في هذا الأداء الجميل والإثارة هنا والتحديات على المركز الخامس. سادس مراكزنا يأتينا مبهج لأحمد بن محمد بن غريب المنصوري وعلى المركز السابع. المركز السابع في هذه التحديات والإثارة هنا سابع مراكزنا الوصول من شعار بن حميدان مع هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي وتاسع المراكز نشوان سالم بن عبد الله بن صالح لينيبي المنطلق هنا بنشوان على المركز السابع. أما المركز الثامن السيل لعامر بن حمد بن حميد العويسي يقدم لنا السيل هذه الانطلاقة الجميلة والوصول من الفارس محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من يأتينا هنا هذه التحديات الجميلة هنا والإثارة على عاشر مراكزنا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام الى رعد على الصدارة. رعد على المقدمة على المركز الاول يسيطر النخيرة بن محمد اليبهوني الظاهري على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الاول. الشقب في المركز الثاني ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمعة المهيري من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث يأتي مرضي لسيف بن احمد بن خادم الرميثي يقدم لنا مرضي على المركز الثالث والمركز الرابع. مبهج هنا لأحمد بن محمد بن غريب المنصوري من ينطلق بمبهج على المركز الرابع بينما المركز الخامس وهنا هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يأتينا بهملول على المركز الخامس. سادس المراكز نشوان سالم بن عبد الله بن صالح لينيبي من ينطلق على المركز السادس. هذه التحديات والإثارة الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بينما المركز السابع سابع المراكز وهنا بن ملهوف يقدم الدبلوماسي محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي يقدم لنا الدبلوماسي هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن باروت في المركز الثامن لحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي من يأتينا بباروت على ثامن المراكز. والمركز التاسع السيل عامر بن حمد بن حميد العويسي مع السيل هنا بهذه الانطلاقة الجميلة على تاسع مراكزنا. أما المركز العاشر فالوصول في هذه اللحظات من قبل مغامر راشد بن علي بن سالم الهاشمي. هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ورعد لا زال على الصدارة، الرعد لا زال على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة في هذه التحديات والإثارة. هنا لنخير بن محمد اليابوني الظاهري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشقب على المركز الثاني، الشقب ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمعى المهيري من ينطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث مرضي لسيف بن أحمد بن خادم الرميثي قدم لنا مرضي على المركز الثالث مع 3 كيلومترات، بينما المركز الرابع نشوان سالم بن عبد الله بن صالح لينيبي يأتي بنشوان هنا على المركز الرابع وخامس المراكز. مبهج لأحمد بن محمد بن غريب المنصوري مع مبهج هنا ينطلق خامسا، وسادس المراكز كز هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي مع هملول المنطلق بالإثارة. هي الست المراكز الأولى، الست المراكز المنطلقة، الست المراكز الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس هنا بهذه التحديات الجميلة والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود بالمقدمة، نعود هنا إلى التحدي. نكتفي بالست المراكز الأولى وزاوية الانعطاف الأخير، زاوية الاتجاه إلى المنصة الرئيسية وإلى 2 كيلومترات هنا في هذه الانطلاقة الجميلة. هناك رعد لا زال على الصدارة، رعد على المقدمة وعلى المركز الأول. النخير بن محمد اليابوني الظاهري هو المسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة مع 2 كيلومتر، 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. المركز الثاني نشوان قادم على المركز الثاني، السالم بن عبد الله بن صالح لينيبي من يأتي على المركز الثاني، والمركز الثالث مرضي سيف بن أحمد بن خادم الرميثي يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي. الشقب هنا على المركز الخامس في هذه اللحظات، ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمعة المهيري من ينطلق خامسا، وسادس المراكز مبهج يأتينا هنا لأحمد بن محمد بن غريب المنصوري في هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة. وصل هنا، وصل السيل، وصل السيل عامر بن حمد بن حميد العويسي من وصل مع السيل يوذ الانطلاق الجميل، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه التحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، رعد لا زال على الصدارة، رعد على المقدمة على المركز الأول، صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا من يسيطر على زمام الأمور رعد النخيرة بن محمد اليابوني الظاهري لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هملول، في المركز الثاني حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، والمركز الثالث السيل، السيل قادم عامر بن حمد بن حميد العويسي بدأ يتسلل في هذه اللحظات إلى الصدارة، إلى الفوز، إلى الناموس.
الله التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة، الله 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 الله. السلام سيلمان غير على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. السيل على صدارة هذا الشوط، وهملول القادم، السيل وهملول. السلام تحدي ثنائي، تحدي ثنائي جميل. هملول السيل، السيل هملول، الله 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 الله. السلام تحديات، إثارة قوية مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا في هذا الأداء الجميل واللحظات الأخيرة. هملول يتسلل، هملول يتسلل هنا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام لأهل العوير، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي على هذا الأداء واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. المركز الثاني السيل، عامر بن حمد بن حميد العويسي بنتانا على المركز الثاني. والمركز الثالث، ثالث مراكزنا، وصل الشقب هنا، ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمع المهيري، هو يأتينا نشوان سالم بن عبد الله بن صالح لينيبي، وهناك انطلق رعد النخيرة بن محمد اليابوني الظاهري على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني، 13 دقيقة 11 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني هنا أيضا لهملول. تهانينا لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. بينما المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني 13 دقيقة 12 ثانية، جزئين من الثانية. هنا أيضا اللي هو السيل العامر بن حمد بن حميد العويسي. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كانت التحديات والإثارة من الشقب الظاهر بن علي بن ظاهر بن يمع المهيري هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. 13 دقيقة 23 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. توقيت الزمني